فأسرعوا لصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، مع حلقة اليوم استكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقات سابقة تحت عنوان دعوة للعمل. حان وقت العمل، حان وقت البناء، حان وقت دفع عجلة الإنتاج، حان وقت التنمية، حان وقت البناء. ونبعد تماما عن الكلام والشعارات والمظاهرات والاحتجاجات التي تعطل المصالح والتي تعطل المرور إلى آخر ما نعرفه. مشاهدنا الكرام، النهاردة هنتكلم عن العمل، عن العمل وأهميته في الإسلام من خلال القرآن ومن خلال السنة النبوية المطهرة. نتكلم في أمور عديدة ونتكلم في أمور حياتية بلغة بسيطة بلغة ميسرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين. محتاجين نسمعكم، محتاجين نسمع آراءكم ودخلاتكم ومشاركاتكم في مسألة العمل. تعالوا كيف نحقق الشعار حان وقت العمل، موجود يعني أن يتواجد هذا الشعار في كل مكان، في كل مؤسسات الدولة، في كل مصالح الدولة، في كل مناحي الحياة، من أجل أن نقول حان وقت العمل، ونبتعد تماما عن الكلام الكثير، نبتعد تماما عن الشعارات، نبتعد تماما عن الفوضى، نبتعد تماما عن التخوين وعن الاتهامات إلى آخره. وهيا بنا نبدأ مع العمل من أجل بناء مصر، من أجل أن تكون مصر في المرتبة التي تستحقها وستتحقق بإذن الله رب العالمين قريبا إن شاء رب العالمين. معنا مشاهدنا الكرام في دعوة للعمل في حلقة اليوم الأستاذ الشيخ رضا طعيم. أهلا وسهلا. الله يكرمك. سعداء بحضرتك يا شيخنا. الله يكرمك. ربنا يكرمك. الله يسعدك. هنبدأ من خلال العمل وأهميته في الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة الأطهار الأبرار وجمعنا معهم في الجنة يا حي يا قيوم بإذن الله تعالى. ثم ما بعد، طبعا أستاذ ملهم، كل إنسان في حياته بيكون فيه تحديات، وهناك عوائق بتقف في طريق النهضة، وعوائق تقف في طريق العمل، عوائق تقف في طريق أن يحقق الإنسان حلمه. ولكن الإسلام حينما جاء في قوم كانوا جهلة أمم ورعاة غنم وعباد صنم، وحينما جاء إليهم الإسلام أصبحوا قادة الأمم. جميل. أصبحوا قادة الأمم بإيه؟ بالكلمات فقط، أم أصبحوا قادة الأمم بالعمل؟ بالعمل. لما تنظر إلى المنظومة الجميلة التي جاء بها القرآن الكريم في العمل، 360 موضع ذكر فيها العمل في القرآن الكريم. ده لأهمية العمل، ذكر في القرآن الكريم هذا الأمر في آيات متعددة وفي بأشكال يعني متفاوتة. نعم. القرآن الكريم حينما تحدث عن العمل تحدث لأهمية العمل، لأن الإسلام حينما جاء لم يأتي ليدعوني إلى الخمول أو إلى النوم، أو كلما ازددت أنا تدينا ازددت جلوس في البيت، أو ازددت يعني بعدا عن الحياة أو انعزال عن المجتمع، أو لم يفكر الصحابة أبدا في الانعزالية عن المجتمع، ولم يأتي القرآن لكي أنعزل أنا عن المجتمع، إنما جاء القرآن لأتعلم أنا كيف أنهض. فأنظر إلى جدود السابقين الذين فهموا القرآن وفهموا ما جاء في القرآن الكريم من علوم شتى، من علوم اللغة، من علوم التفسير، من علوم العلم الخاص بالإعراب، العلم الخاص بالطب، العلوم الخاصة بالحكمة، العلوم الخاصة بالإعجاز، العلوم الخاصة بالإنجاز، علوم كثيرة جاء بها القرآن الكريم لينهض بهذه الأمة. وأخذ جدودنا من الصحابة
بما في هذا القرآن وطبقوه في الحياة تطبيقا عمليا، لأن إحنا ليه حصل لنا الفجوة اللي حصلت بيننا وبين الآخرين؟ لأن يا أستاذ ملهم إحنا أخذنا القرآن وجعلناه بركة في البيت، هو بركة طبعا، وجعلناه مجرد أنه بركة فقط ووضعناه في علبة قطيفة وأصلحنا متدينين، ده نحن في بيتنا قرآن. طب القرآن ده مليء بالأوامر التي أمرني بها ربي تبارك وتعالى، ومليء بالنواهي التي نهاني عنها ربي تبارك وتعالى، فهل أنت تعلم عنها شيء؟ وكان بعض الفضلاء من أساتذتنا كان بيعلمنا زمان، كان الشيخ محمد نجيب المطيعي عليه رحمة الله أسكن الله فسيح جناته، هذا العالم الذي أكمل آخر كتب الإمام النووي عليه رحمة الله أسكن الله فسيح جناته. فالحقيقة كان يقول يا أولاد القرآن ده طبعا ولله المثل الأعلى، نعم القرآن ده عامل زي واحد مسافر، فأبوه قال له خد يا ابني معاك الوصية دي واهتم بيها، امشي عليها علشان ربنا ينجيك في طريقك. فهو خد الوصية وعنها من حبه في أبوه قوي، عنها في علبة قطيفة وما فتحهاش أصلا وصية أبويا، ومشي يتخبط في الحياة ولم يفتح الوصية إلا بعد أن حدثت له كثير من العصرات في الحياة. فبدأ ده أنا أبويا قال لي ما تمشيش في الشارع ده، بس أنا مشيت فيه، بدأ يعني يتبين أنه أخطأ في حياته. فلو فتح وصية الأب من البداية كان يستطيع أن هو يعني يتجنب كثير من المشاكل التي ممكن تحدث له في حياته. فهكذا القرآن الكريم كما تعلمنا أنه جاء قضاء وقدر ومقدور، فالقرآن الكريم جاء لنا قضاء وقدر ومقدور، لكي أنا أعيش في هذه الحياة الله تبارك وتعالى أمرني أن أعمل، أما النجاح على الله تبارك وتعالى، ولكن علمني ربي تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، فأمرني في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بتعلمني إيه الآية دي يا أستاذ ملهم؟ نعم. لو أنا كمسلم أخذت هذه الآية وبدأت أطبقها في حياتي، أنا في البداية عايز من الدنيا إيه؟ أنا عايز أنجح. طيب أنا كم من النجاح عندي؟ أنا كم من العلم عندي؟ أنا كم من المعرفة عندي؟ أنا كم من الإخلاص عندي؟ أنا كم من التوكل على الله عندي؟ إذن أنا أبدأ في البداية أربي نفسي تربية ذاتية، يعني أبدأ أعود إلى الله تبارك وتعالى عشان أنا أتستف، يعني أبدأ أعود إلى خالقي تبارك وتعالى. إذا ما إحنا بنقول إن كثير من الناس علشان يصلح الباب لازم يروح للنجار، عشان يصلح العربية أروح للميكانيكي، أنا عشان أتصلح أروح لربنا اللي خلقني. إنما كون إن أنا أهرب بقى إيه؟ أخد مثلا واحد علشان إن هو يهرب من بعض الأمور اللي هي معكسة في شغله، يروح ياخد حبوب والتاني ياخد كذا والتالت ياخد كذا علشان الحالة دي نعمل بقى معها نقف معها شوية. اللي واقف في شغله، اللي شايف إن في عقبات أمامه في عملي، سواء في عملي مع المدير مع زميله مع فلوس مع أشياء عديدة، الجزئية دي نعمل فيها إيه من أجل أنه ينهض، من أجل أنه يشتغل، من أجل أنه يخلص في عمله؟ أنا في البداية يبقى عندي قاعدة فتبينوا. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا مثلا زميلي ده ينظر لي نظرة هي مش كويسة، فأنا قررت أنه بقى بيكرهني وبدأت أكره شغلي وأبعد عنه وأكتئب من عملي بسبب نظرته لي. الحقيقة كان بعض أساتذتنا يعني يشرح لنا موقف جميل، أو أن بعض الشباب جاء من اشتغل وبدأ يشتغل بهمة عالية جدا وكان مخلص، بس كلما دخل على المدير بتاعه وجد المدير ينظر له نظرة، يعني يبص له كده ويلف منه يعني ألما. فالولد كل ما يدخل على مديره يبص له البصة دي كل، فالولد زهق فقرر أنه يترك العمل وراح قدم للمدير استقالته، قال له أنا آسف مش هقدر أكمل مع حضرتك لأن حضرتك متضايق في وجودي في هذا العمل، فأنا معلش مش هقدر أكمل مع حضرتك وهستأذن يعني وهذه استقالتي. فقال له خد يا ابني، خد يا ابني ده أنت أعز خلق الله على قلبي، أنت عارف أن أنت شكل ابني اللي مات في الحادثة السنة اللي فاتت، يا الله، وكل ما بتدخل بتفكرني بضنايا. يعني هنا فتبينوا الواحد يحاول ان هو قبل ما يتخذ اي قرار في اي شيء، اصل الابن ده فلزة الكبد صحيح، وانت ما تقدرش تخرج مهما كنت قوي، الابن هو الابن. المهم يا أستاذ ملهم، فقال له
يعني بدأ الشاب يراجع في نفسه، وبدأ يا أستاذ ملهم يعني يتأمل في الله، أكن أنا كنت غلطان. يعني أنا في أول مرة لما هو نظر لي كان ممكن أراجعه وأقول له حضرتك أنت متضايق مني في حاجة، أصلك نظرت لي كذا. قبل بقى ما أتضايق أنا وأكتئب وأقعد في البيت وأروح أقدم استقالتي إذن في حاجات كتيرة جدا جدا بتحصل في حياتنا إحنا ما بنتباينهاش وبنتخذ قرارات من غير التباين، بتسرع أحسن وبنبان يعني يتباين لنا خطأ. بعد ذلك إن ده كان خطأ كبير جدا، فكان لازم إن أنا أتباين. والتباين ده يا أستاذ ملهم أتباين في علاقتي بأهل بيتي، بعلاقتي بإخواتي، علاقتي بجيراني، علاقتي في شغلي، علاقتي مع كل الناس. أي حد يقول لك فلان بيقول كذا كذا أتحقق منه، أتباين وما تسرعش في أي قرار. فنيجي بقى أولادنا اللي هي شايفة أن فلان بيبص لي وفلان بيعندني وفلان كذا، أنا عايز أؤمن بأن يعني يبقى عندي قاعدة فإذا عزمت فتوكل على الله. أنا قررت أنجح، أنا متوكل على الله، وبإذن الله أنا هربان من الدنيا للنجاح، مانيش هربان من الدنيا للفشل، أنا قررت أنجح إن شاء الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، عزم، والعزم يأتي معه الرغبة، يأتي مع العزم القوة، يأتي مع العزم تحديد الهدف. فبتيجي حضرتك بقى معاك التلاتة دول وأنت متوكل على الله تبارك وتعالى، وإن كنت أنت ضعيف فنادي على سيدك ومولاك وقول يا قوي سبحانه. من للضعيف سواك؟ وإن كنت أنت فقير فقول يا غني من للفقير سواك؟ وإن كنت أنت جاهل فقول يا عالم من للجاهل سواك؟ ويعني العقيدة الإسلامية ليس فيها، القلب يتعلق بالله سبحانه جداً وتعالى. هذا هو النجاح. أنا التقيت في مرة وأنا في مكة المكرمة وأيام ما كنت شغال في رابطة العالم الإسلامي، فالتقيت برجل جاء إلينا ضيف، وقالوا لنا هذا الرجل من البوسنة وهو يملك أكبر مصانع للرخام في العالم، مسلم يعني شغال مثلا في 50 مليار دولار ما شاء الله. والمهم هذا الرجل لما فأنا يعني التقينا، المهم وطلعنا نعمل عمرة مع بعض، فنظر للأرض بتاع الكعبة ونظر لكل الرخام اللي بيقابله في مكة المكرمة ويبكي بكاء شديدا. فأنا سألته أنت ليه بتبكي؟ فقال لأنني قصرت في هذا المكان، كان يجب أن كل هذا المكان يكون تبرع مني، كل هذا الرخام يكون تبرع مني، كم أنا لم يعني أنا استفدت من عملي بمال للدنيا ولم أقدم لدين الله ولم أقدم لشريعة الله ولم أقدم. فنعود إلى الأبناء، تحقيق الهدف. فإذا عزمت فتوكل على الله. أنا لي هدف واحد أو رقم واحد الغاية العليا الله، بل الرفيق الأعلى الغاية العليا الله، هدف النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في اللحظات الأخيرة يؤكدها، بل الرفيق الأعلى. فأنا غايتي أن أعمل في هذه الحياة الدنيا وأبدأ أقدم نموذج مبهر لهذا الإسلام، الإسلام الجميل، الإسلام الرائع، الإسلام الراقي، الإسلام الذي أتى بالحياة وأتى بالحب وأتى بالرحمة وأتى بالتسامح وأتى بالقوة وأتى بالعزيمة. فإذا عزمت فتوكل على الله، أقدم هذا المثل الأعلى لكل الإنسانية، وما كنش أنا عالي على الإسلام، إنما أنا أكون نموذج الإسلام يفرح به، وأنا لا أحقق قوتي بانتقاص الآخرين، إنما أحقق قوتي بما أقدمه من العلم والعمل والمعرفة والقوة والجمال والإرادة والتحدي. إنما كون إن أنا أقدم قوتي في انتقاص الآخرين فهذا يدل على أنني مفلس، إنما أنا لما أقدم عمل، العمل ده هو أنا أقول أنا النهاردة نجحت في كذا، ابتكرت كذا، عملت اختراع كذا كذا كذا. يعني أنا جالي الحقيقة أخ ربنا يوفقه، أخ من العريش يعني فكلمني قال لي أن في واحد ميكانيكي من العريش مخترع يعني حاجة معينة تخفض البنزين 4 أضعاف يعني تاخد ربع الكمية اللي انت قلت له ميكانيكي، قال لي ميكانيكي. قلت له رائع جدا، وراحوا يسجلوا في الأبحاث العلمية وإدارة الاختراعات وإلى آخره، ويتواصلوا مع زويل وجامعة زويل. ما هو الابتكار العقل يعني لابد أن يبقى فيه هدف،
لازم. طيب، طب اللي ليه هدف ده ربنا يكرمه، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. طب تحقيق الهدف الأخير، اللي أنا محتاج أركز مع حضرتك الشيخ رضا بأسلوبك الجميل، ليه الموظف المكتئب، ليه العامل اللي بيحتج دايما على وضعه، العمال اللي بيهددوا الوقت في قطاع النقل بأنهم ما هيحرقوا نفسهم إن لم تتحقق لهم المطالب، المظاهرات الفئوية اللي بتتم، محتاجين نتكلم، محتاجين نخاطب الفئة الجميلة ديت، محتاجين نقول لهم يعني كلام طيب من أجل أن هم يعني يغيروا وجهة نظره. نعم. لك حق طبعا لابد أن أنت تطالب به. نعم. ولكن الحقوق أن أنا أطالب بها لها ضوابط ولها حدود إلى آخره. نعم. ولكن تعطيل العمل، تعطيل عجلة الإنتاج لابد من كلمة لهم. نعم. بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم، تفضل. اتفضلي يا استاذه هدى. حضرتك استاذ ملهم، ربنا يبارك لك ويعزك، عشان والله يعني شيخ احمد يعني ربنا شيخ محمد ربنا يعزه يا رب ويبارك له، انه والله العظيم يعني الواحد لما يشوف وجه كريم ما يتفائل بالخير دايما يعني ان شاء الله. ممكن يعني لو سمحت يعني عايزين يا ريت دايما يبقى لي يعني برامج على قناه الرحمه، عشان والله الواحد يعني لما يشوف وجه كريم ما يحس ان فيه تفاؤل في الدنيا يعني فعلا. الشيخ رضا. السلام عليكم. الشيخ محمد. الشيخ محمد ان شاء الله ربنا يبارك فيك. شكرا يا استاذه هدى. يا رب يبارك له. امين. شكرا جزيلا. أيوة يا رب. الله ربنا يكرمك. اللهم صل على النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. بقول الرساله الشيخ رضا بتوجهها لي لكل العمال، بتقول لهم ايه؟ بقول اخواتي وحبايب قلبي، وانتوا عندكم حق في حاجات كتيره جدا جدا انتوا بتعملوها، ولكن احنا عايزين نقول ايه؟ في مطالب، في مرحليات الإسلام، في مبدئيات وفي مرحليات الإسلام، في مبدئيات وفي مرحليات. فأنا لما أجي دلوقتي المرحليات اللي هي إن إحنا كان عندنا منظومة في إدارة الدولة يعني ضعفت عن إن هي تحقق أمانيكم، وضعفت على إن هي تحقق لكم السياسة التي تنهض بكم وتجعل منكم كرماء في حياتكم و فالحمد لله رب العالمين، بانتخاباتكم وبأصواتكم أنتم اخترتم منظومة جديدة. فأنتوا أقدر الناس على إن أنتوا تصبروا على هذه المنظومة لكي تحقق لكم ما تريدون. وبعدين أنت ابدأ دلوقتي. أنا لا مانع إن أنا النهاردة كنت متعود أكل أكلة بكذا، حاول ان انا يعني اختصر الموضوع الشهر ده والشهر الثاني والشهر الثالث لحد ما عجله الحياه يعني تمشي ان شاء الله. وبعدين الدكتور مرسي اسال الله تبارك وتعالى ان يكتب له النجاح والتوفيق يا رب العالمين. آمين. وانا من بعد ما انتخب الدكتور مرسي عندي قاعده في حياتي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي. خلاص، استسلام كامل لله تبارك وتعالى ثم لما يأمر به الدكتور مرسي، وإلا يكون الإنسان قد خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هذا لبعض أبناء اللي ممكن يحفزوا بعض العاملين على إن هم يعملوا هذا ويفهموا. نقول لهم بقى نقول لهم إيه بعد الاتصال؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الحاج إبراهيم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كيف حالك ابويا؟ الحمد لله في نعمه. الحمد لله. تحياتي للشيخ رضا. الشيخ رضا منور. الله يكرمك. الله. نعم نعم، اسال الله ان يبارك فيك. امين. يا استاذ ملهم. نعم. انا نفسي اسال اولادي الشباب او البنات. اي انتوا شو تعرفون تشتغلون؟ الانسان يسال روحه شو يحب يشتغل. حتى لو يقدر يسوي خبز بمهاره وفن وتميز مش عيب. أي. بدليل ان لما جاء واحد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المساعده من الحبيب عليه الصلاه والسلام، اعطاه؟ لا، طلب منه انه شو تملك؟ فقال له بس فراش بسيط. فطلب منه يصير يبيعه، فطلب منه يصير يجيب فأس، وبيده الشريفه صنع اليد. ايوه. وقال له سر احتطب، علمه كيف العمل وان هو يحصل المال من كبده من تعبه كي يستلذ ويستطعم بحلاوة الكسب الحلال. ولما رجع للرسول عليه الصلاة والسلام بعد كم من يوم بان عليه النعمة انه بدأ يستقر ماديا. فأنا أطلب من الشباب مو بالحين الضغط على الحكومة، لازم تطلبون في الوقت المناسب والزمن المناسب. الحين البلد
تعتبر محتاجة أن الكل يصبر وينتج، يعني نعم. كلنا نشيل المسؤولية، حتى أن الإنسان أولا العامل البسيط، أنا ما بعترف أن في إنسان فقير، لسبب لو إنسان عنده 100 جنيه وفكر أن يعمل فيها مشروع بسيط، إن شاء الله يصنع فيه هذا الخضار المالح وباع، بتبدأ الأمور تتعدل. خذ صابون، أي شيء ممكن الإنسان يسويه بمهارته اللي يحب يسويها، الأمور بتتطور للأحسن. أنا ذات نفسي وأنا كنت الصبايا وشبابي كنت أحيانا أدهن جدران البيت لما يتأخر عندي العامل، وكنت أكون سعيدة جدا إن أنا سويت هذا الشيء أحسن من يعني أحس إن أنا سويت أفرح. فالشاهد من الكلام يا جماعة الخير، اشتغلوا اجتهدوا اصبروا حتى الأمور تعدي من هذه المرحلة البسيطة. يعني القصة مش محتاجة هذا التسارع في الطلبات وكأن حاطين السلاح على رقبة المسؤول، لا، لو ما نحمل المسؤولية كلنا كيف تطلبون انتوا حقوقكم؟ نعم، ما ينفع. فأنا أطلب من الشباب، ربنا يسر إن شاء الله، يكون قدوة لهذا الصحابي الجليل، والكل يبدأ ينتج حتى يجني الثمار. وشو نعم. صبرا آلا ياسر، إن موعدكم الجنة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. رسالة جميلة. كل إنسان يسأل نفسه أنت بتحب تشتغل إيه، والبلد محتاجة الكل من أجل أن احنا كلنا نتعاون ونتشارك من أجل النهوض بالبلد. هرجع لحضرتك الشيخ رضا والرسالة للعمال المحتجين، ماذا تقول لهم؟ بقول لهم يا أخواتي احنا لازم نصبر على بعض. احنا لما بيكون عندنا حد مريض في البيت كلنا بنتكاتف وبنحاول ان احنا يعني نساعده في انه يخرج من ازمته، وبنحاول ان احنا نساعده على يعني يصل الى الشفاء الحقيقي. فاحنا عندنا يعني بلدنا مريضة حصل لها مرض، فازاي احنا ناخد باساليب الشفاء؟ قد ياتي المرض فجأة، انما الشفاء بياتي على مراحل. جميل. فاحنا عايزين دلوقتي الرجل الذي جاء هو رجل منا يعني خلاص، واحنا شفنا ده عمليا، يعني الدكتور مرسي بيثبت لاخواته من المصريين ان هو يعني أنه رئيس لكل المصريين، وليس للإخوان تمام. فقط وليس تمام. للسلفيين فقط وليس للإسلاميين أو للمسيحيين فقط، بل هو رئيس لكل المصريين، وبدأ يقدم نموذج تمام. لهذه الأشياء. فإحنا عايزين إن بقدر الإمكان، وأنا أقول هذا من واقع عملي، من واقع حياتي، مش مجرد كلام أنا قرأه في كتب وجاي أتكلم فيه. فقد إيه إحنا محتاجين، لا مانع إن واحد مننا إحنا السائقين يروح يمثلنا ويذهب إلى القصر الجمهوري ويقدم للرئيس يا دكتور أنا عندي عندنا مظلمة كذا 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 كذا، والرئيس لا مانع أنه هو يتخذ فيها قرار، وبعدين أنا أعمل مظاهرات لما يكون هو قافل بابه، إنما هو فاتح بابه. طيب خلينا أتكلم بلسان العمال المحتجين. نعم. ونقول وترد على الكلام اللي بيتقال من أجل أن إحنا نصل في النهاية لشيء إيجابي إن شاء رب العالمين. معنا اتصال، أستاذة نهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ ملهم، وحي الله ضيفنا الكريم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. آمين. بداية أقول إن من محاسن شريعتنا الغراء ومقاصد ديننا الحنيف دعوته إلى العمل والإنتاج والبذل والعطاء، ولو لم نجن الثمرة من جراء هذا العمل. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى العمل، ما أحوجنا إلى الوحدة في العمل، وهذا المعنى أؤكد عليه كثيرا، أننا بحق نحتاج إلى الوحدة والتعاون في العمل لنجني الثمرة المرجوة من ورائه. وإلا فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. وهذه رسالة أوجهها للمتكاسلين أو الهدامين أعداء البناء، أقول لهم: يا من تكاسلتم وتقاعستم عن العمل، اعملوا فسيرى الله عملكم. يا من جلستم لتفجروا الشائعات وتؤججوا نار الفتنة على الفضائيات، اعملوا فسيرى الله عملكم. يا من عجزتم عن العمل والبناء وسعيتم،
لتهدم أو تقلل من شأن ما بنوه البناؤون. الأولى أن تعملوا فسيرى الله عملكم. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به، فلن يحسده إلا الذي زرع. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذن حضرتك يا شيخنا فضيلة الشيخ رضا ومشاهدين الكرام، نطلع لتقرير جميل وماذا قال فضيلة الشيخ محمد حسان في حان وقت العمل، نشوف مع بعض مشاهدين الكرام. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد. واجب على كل مسلم وعلى كل مواطن من المسلمين أو من غير المسلمين يعيش على هذا التراب الزكي، يعيش على أرض مصر، أن يفتدي هذا البلد بروحه ودمه، أن يفتدي هذا البلد المسلم الأبي بروحه ودمه. واجب على كل من يعيش على أرضها ويشرب من نيلها ويستظل بسمائها، واجب عليه الآن وهذا وقت البذل ووقت العطاء ووقت الوفاء. واجب على أهل مصر الآن من الأوفياء الشرفاء أن يعطوا هذا البلد في وقت أزمته، وأن يقفوا إلى جواره في وقت محنته. ليس من العقل وليس من العدل وليس من الحكمة أن نعطل كل شيء في بلدنا وأن نوقف عجلة التنمية والإنتاج ننتظر حتى يتغير كل شيء. لا، هذا مخالف لسنن الله الكونية، فمن سنن الله التدرج. التغيير لن يكون مرة واحدة ولن يكون دفعة واحدة، بل لابد أن نتحلى بالصبر ونتحلى بالعقل والحكمة. نستعمل لك حاجة يا بلدي، نستعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك. كلام رائع ويعني كلام مهم، يا رب الرسالة تصل لكل من مسلم القلب. نعم. من القلب لكل مصري. الشيخ بيتكلم بقلبه. نعم. الشيخ محمد يتكلم بقلبه طبعا. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذه المعاني الجميلة وأن تجد في قلوبنا يعني صدى جميل لتقبلها والعمل بما فيها من المعاني الراقية. يا رب العالمين. المحتجين العمال اللي موجودين اللي منقطعين عن العمل أو المتقطعين في أعمالهم، يقول لك يا شيخ رضا ما هو أنا عندي إيجار وعندي دروس خصوصية وداخلين على المدارس وداخلين على مشاكل وداخلين على حاجات كتيرة جدا، وباجي أقبض قد إيه في آخر الشهر، باجي يوم 10 يوم 15 الفلوس اللي معايا كلها بتنتهي. ده كلام ماذا جميل. أفعل أنا الذي أفعله أن أذهب يعني ناس مننا ثلاثة أو اثنين أو واحد يمثلنا ويذهب إلى مكتب السيد رئيس الجمهورية. ما حدش بيسمع الكلام. ما أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. لا، في كبير، الكبير اللي بيحرض هو ده اللي نفسه نطلب منه، أن خلي بالك الرجل الذي أنت تعترض عليه الآن راجل فتح لك بابه، طب أنت واقف في الشارع تعمل إيه؟ دي رسالة لمين اللي أنت يعني أنت قابض من جهة تانية أن أنت تلم دول علشان تعمل المنظر ده؟ عايز أقول لإخواتي من العاملين، يا إخواتي الثورة ثورتان، ثورة قامت بالإصلاح وثورة قامت بالهدم. الثورة اللي قامت بالهدم زي الصومال، لم يقم للصومال قائمة حتى الآن، لأن كل ربع ساعة ثورة. خدت بال حضرتك؟ ثورة قامت بالإصلاح زي الثورة بتاع إندونيسيا، جنبوا سهارته بعد 35 سنة من الدمار والفساد وبدأوا يشتغلوا عمل إنجاز في إندونيسيا، إلى أن أصبحت إندونيسيا الآن من أقوى دول العالم في تصنيع الطائرات والدبابات وتصنيع الملابس والأجهزة الإلكترونية وإلى آخره. فإحنا عايزين نشتغل الثورة اللي بنت اللي علت اللي كبرت، إنما الثورة الهدامة اللي هي ثورة يتبع ثورة ثورة يتبع، يبقى ده في مقصد لتدمير هذا الوطن الغالي. فإحنا لأول في الفترة دي لأول مرة الصندوق يقول كلمة الحق واخترنا الرجل والحمد لله. أيا كان توجهك أيا كان اختيارك في البداية، ولكن نعم. طالما الصندوق أتى به واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قالت كلماتها نعم. وأعلنت أنه هو رئيس جمهورية مصر العربية نعم. لابد أن نسير نعم. وراء من أجل نعم.
أن تعبر السفينة. والرئيس يتقال له الكلام ده، إحنا عندنا صناديق معينة في الدولة فيها أموال معينة، والله يا جماعة طلعوا للناس دي مبلغ كذا 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 كذا، يدخلوا أولادهم المدارس والحركة يعني والحياة يبقى فيها إيه، يبقى فيها رحمة. والدكتور مرسي علشان هو يعني فلاح مصري، فعارف يعني إيه، يعني حاسس بالمواطن، يعني ده راجل عاش مع اخواته في الارض وذاكر على الترعه ومشي وقرا كتابه في العصريه والى اخره، فحاسس باخوه المواطن، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل بسببه يعني خير في الارض، انه سميع مجيب الدعوات. واتمنى من كل الذين يعني يقفون في طريق هذا الرجل، ما دام هذا الرجل اتركوه، اربع سنين يشتغل. يعني مثلا انتم مش عايزينه ينجح، طب ما في البدايه ما كنتوش تدي له صوت، انما خلاص نجح يبقى تسيبوه يعيش تجربته بالكامل. وبعد ما تنتهي الاربع سنوات نحكم بقى على التجربه، هل كانت التجربه ناجحه او غير ناجحه. ان رضيت ان ياتي مره اخرى اهلا وسهلا، وان لم ترضي اعطي الصوت للاخر صوتك. يعني وهذه هي الديمقراطيه، لا وهو ده الاسلام، خلي بالك بساطه الاسلام. احنا عايزين نقول ان الصحابه منهم من اعطى صوته الى سيدنا ابو بكر، ومنهم من لم يعط صوته لسيدنا ابو بكر، فمش معنى كده ان الصحابه اتفرقوا وتشتتوا. وقعدوا يعملوا ثورات اطلاقا، انما خلاص ما دام جاء خليفه المسلمين حبيب قلبنا سيدنا ابو بكر خلاص الكل استسلم. وجاء سيدنا عمر الكل استسلم. طيب العمل بقى، انا في انا في مكان بشتغل فيه، في وزاره، في هيئه الى اخره، وعندي مشكله، ماذا افعل؟ عايزين ندخل مع الناس نحركهم بقى. المنظومه يا استاذ ملهم اللي فاتت في حياتنا كان فيها بعض الخلل، الخلل ده نتيجه المعارف، نتيجه الرشاوه، نتيجه ان بيجي يجلس على الكرسي واحد غير مؤهل ان يكون هذا مكانه، فكان في خلل في كل حاجه. فاحنا دلوقتي انت الان في بناء مصر الجديده، انت في مرحله بناء مصر الجديده، فاحنا عايزين نقول ان مصر ما كانتش فاسده بنسبه 100%، انما كان فيها من الفساد، يعني مش كل المؤسسات كانت منهاره ب 100%، انما كان فيها من نسبه عاليه من الانهيار، والا كانت مصر انهارت من 30 سنه وضاعت وخدها الريح، انما كان فيها من الفساد. احنا دورنا ان احنا نبدا بقى العداله تتحقق بيننا، لا يجلس على هذا الكرسي الا من يستحقه. طيب وفي نفس الوقت الرشاوه نخلي بالنا منها، نحاول في نفس الوقت ان ده وطني، ما حدش هيجي ليبني هذا الوطن، اذا انا ما بنيتش وطني ده محدش هيبنيه. جميل. يبقى عندي وبعدين من الاشياء الجميله جدا، انت الان تستطيع ان تقول ما تشاء بحريه راي وتعبير، والطيور المغرده الجميله، الطيور اللي هي العلماء، علمائنا ولادنا الدكتور احمد زويل، ولادنا الدكتور المشائي، ابننا سمو الامير سلطان ابن سلمان اللي طلع الفضاء، الطيور دي كلها غردت بره، الطيور دي كلها غردت خارج الوطن العربي. امتى الطيور دي بقى يعني تعود الى اراضيها مره اخرى؟ امتى على سمو الامير، انت دورك دلوقتي ان انت تعمل جيل من الفضاء، انت راجل طلعت الفضاء، ده دورك دلوقتي انك تعمل لي جيل، هذا الجيل يعرف يعني ايه فضاء، والتقدم التكنولوجي الخاص بالفضاء وعلوم الفضاء وقياده صواريخ الفضاء يبقى انت كده. احمد زويل شغال هنا، انت في المملكه العربيه السعوديه، دكتور المشائي برضو يجي، وعلمائنا كلنا في الوطن العربي يتجمعوا في بلادهم، دي طيور سافرت وغردت بره، يعني بنقول لهم غردوا بقى في أوطانكم، ولكن لن يعودوا إلا بقرارات رئاسية من أجل أن كل واحد يجي، ومن أجل أن احنا نسهل لهم كل الأمور، من أجل أنهم يتحركوا في البلد. أنت عارف إن شاء الله يجوا بإذن الله. يعني أنا كنت بتكلم مع ابن ليا بقول له أن بيقول لي رواد الفضاء واجانب وبتاع، قلت له ازاي يا ابن عربي مسلم الامير سلطان ابن سلمان؟ قال لي الامير سلطان رائد فضاء، قلت له رائد فضاء، وبدات اجيب له الافلام. ما حدش يعرف كثير في الوطن العربي ان في رواد فضاء عرب ومسلمين. صعدوا العرب مليء. عايزين نعمل ايه يا استاذ ملهم؟ عايزين ناكد للمواطن العربي ان انت مش اقل قدرات في التفكير وفي التعبير عن الابداع، 60% من العلماء اللي بيدرسوا في الجامعات الاوروبيه عرب، فعايزين نقول ان النهضة العالمية اللي شغالة في العالم كله عرب. نتمنى ان يعودوا مرة اخرى الى اراضيهم يا رب. استاذ ناصر اهلا وسهلا. استاذ ملهم اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضل. انا سمعت استاذ ملهم النصر اللي عند الحالة الشغل في الاسكندرية اللي ايه؟ اللي كان كلمك كذا مرة ده اللي ايه يا فندم؟ اتصل معاك خالص على رقم تليفونك ولا معاك انا مش فاهم يا استاذ ناصر، قول الله يكرمك تاني. انا عندي شغل نصفي
ألف سلام عليك. الله يسلمك. طب عندك مشكلة تابعنا الله يبارك فيكم في كنترول، والحالات الإنسانية ومن لديه مشكلة عندنا برنامج السهم كل يوم جمعة إن شاء رب العالمين، وتابعونا في الحلقة القادمة ونتواصل دايما إن شاء الله كل جمعة في برنامج السهم الساعة 11 إلا ربع إن شاء رب العالمين. أستاذ خالد أهلا وسهلا. أستاذ خالد، أستاذ خالد. طيب أعود الشيخ رضا في مسألة حضرتك بتركز على مسألة الإيجابيات اللي موجودة وأن هناك طيور مهاجرة من المسلمين وعرب لابد أن يعودوا إلى أراضيهم مرة أخرى من أجل أن ينهضوا ببلادهم، من أجل أن ينهضوا بإخوانهم في الوطن العربي والإسلامي على وجه العموم. طب أنا عايز أعود مرة أخرى لمسألة أن إحنا قلنا تحقيق الهدف ولابد أن يبقى عنده طموح ولابد أن يبقى في حلم موجود قدامي لابد أن أنا أحققه في حياتي. طب ما هو اللي بيحتاج واللي بيتظاهر، لأن دي شريحة محتاجين أن إحنا نفوقهم، محتاجين أن إحنا نتكلم معهم، محتاجين أن إحنا نقول لهم إحنا حاسين بألمكم، حاسين بهمومكم، ولكن تعالوا نفكر، تعالوا نتكلم، تعالوا نشوف اللي إحنا بنعمله صح ولا غلط في التوقيت ده بالظبط، في التوقيت ده على وجه التحديد. احنا كان قبل الثورة او بعد الثورة والى لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد كانت في مشاكل كتير وتظاهرات واحتجاج الى اخره. طب بقى رئيس جمهورية موجود، طب لماذا الاحتجاجات ما زالت مستمرة، التظاهرات ما زالت مستمرة، الاعتصامات ما زالت مستمرة الى حد ما، طب اخرتها ايه، هنوصل لغاية فين؟ ما هو احنا عايزين نقول ان البلد برضو فيها ايادي بتعبث، لازم نكون صادقين وعلى ارض الواقع. الايادي اللي بتعبث لازم ان هي تفكر بشكل ايجابي، وان هي تبدا تقول للناس يا جماعه ابعتوا مندوب للسيد رئيس الجمهوريه، ده رقم واحد، والسيد رئيس الجمهوريه يبدا يتبين الموقف ويتم حل الموقف على السرعه. يعني انا سمعت بعض الناس اللي واقفه امام مجلس الوزراء بيقول انا في شهر رمضان كنت باخد الزكاه علشان اكل انا ولادي، لان مصنع الاقطان اللي انا شغال فيه واقف الراتب فيه تماما. الحقيقة أنا كنت فخور بالمسلمين اللي استطاعوا من أموالهم إن هم يقفوا جنب إخواتهم في محنتهم، وإن هم يعني الناس دي اللي صرخت بمعنى إن هي اللي قالت الناس ادتنا، إنما الناس هي ما قالتش إحنا أعطينا حد. أي. إنما أنا بشكر الناس اللي وقفوا جنب إخواتهم، وهو ده دورنا، إن إحنا لما بنبقى في كبوة لازم كلنا نتعاون. ولكن الشيخ رضا في الجزئية دي مهمة، يعني مسألة أنت بتثني على من يقف بجانب إخواني، ولكن إحنا لابد أن إحنا نوجه رسالة للمسؤولين، كل واحد يعني يراعي ربنا في عملي من أجل أنه لا يضع عراقيل معينة من أجل تظاهر بعض الموظفين موجودين عنده، من أجل أنه لا يضع بعض المشاكل والعقبات حتى لا يتظاهر بعض الموظفين الموجودين معه في مصلحتي أو في وزارتي أو في شركتي إلى آخره. لابد أن كل مسؤول يضع أمامه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أن كل مسؤول ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبه على كل شيء يفعله وعلى كل شيء يكتبه، فلابد أن كل مسؤول يراعي الله سبحانه وتعالى في أداء عمل، ولابد أن احنا نجتهد ونتعلم السعي من رسول الله يعني هو صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نشوف السعي مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دلني على سوف.